السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة سمنان للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة من الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية، وأهم حاجة تكون بنينة. اليوم راح نديرو هذا الصابلي بمكونات بسيطة، وتقطع لنا كمية ما شاء الله من أروع ما يكون، وبدون مكسرات بما أنه راهي المكسرات يعني زادت في الأسعار. مقادير وصفتنا لنهار اليوم، راح نحتاجو 125 غرام من الزبدة، معها فنجال قهوة من الزيت، نصف كأس من السكر، نصف كأس من النشا أو المايزينا، رشة ملح، عطر الفانيلا، ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، بيضة كاملة، ملعقتين كبيرتين من الجنجلان ولا السمسم، نكون محمص ورحيناه، يعني شوفوا القوام تاعو، نحمصوه ونرحيوه راح يعطينا المذاق تاع الشامية أو حلوة الترك. وعدنا الفارينة على حساب الخليط تاعنا، أهم حاجة تكون الفارينة تاعنا مغربلة. راح نبداو في الطريقه على بركه الله. هنا سواء تستعملوا الباتور ولا تستعملوا الفوي ولا تستعملوا يديكم، يعني ما كاش مشكل. رايحين نحطوا كميه الزبده مع كميه السكر الناعم. هنا الكاس المستعمل 240 مللتر. السكر تاعنا لازم نغربلوه على جال الحبيبات اذا كانت متشكله فيه تاع الهواء. بعد ما خلطنا السكر مع الزبده، راح نبداو نضيفوا الزيت تاعنا تدريجيا، اللي هي فنجان القهوه من الزيت. نضيفوا عطر الفانيلا. كل المقادير راح تسيبوها مكتوبه بالتفصيل في صندوق الوصف، اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف فيه كل شيء بالتفصيل. راح نضيفوا رشه ملح. هنا استعملت بيضه كامله، اللي حاب انه الصابلي تاعو يجي هشيش يعني يتفتت يقدر يدير صفار بيض فقط، وما يديرش بيضه كامله، يدير فقط الصفار. لكن كي ديروا بيضه كامله راح يكون القوام احسن، يعني ما يجيش الصابلي هذاك اللي غير تجيو تغلاسيو وديروا له غلاساج شوكولا يتفتت. شوفوا اللي يعني القوام اللي راحين تتحصلوا عليه قوام كريمي. هنا راح نبداو نضيفوا كميه النواشف. عندنا الجنجلان اللي كنا حمصناه، يعني ما نحمصوش حتى يتحرق، يعني نحاولوا نعسوه ياخذ لون ذهبي فقط، نتوقفوا ونرحوه. هنا الجنجلان هذا تقدروا تعوضوه بالمكسرات اذا توفرت عندكم، اذا ما توفرتش عندكم يعني تقدروا ديروا الجنجلان راح يعطيكم مذاق يعني رائع. نضيفوا عطر خميرة الحلويات، ربع ملعقة فقط من خميرة الحلويات، ما نكثروش من خميرة الحلويات باش من بعد الشكل يبقى محافظ على الصابلي، يبقى محافظ على شكله. ونلموا الخليط تاعنا فقط، نلموه يعني ما نعجنوش الصابلي، نلموه فقط بالفارينة. هنا كي نشوفوا العجينه تاعنا يعني ولات ما تلصقش في يدينا رايحين نتوخفوا. انا بالنسبه للكميه هذه اخذت معايا كاسين ونصف من الفارينه او الطحين الابيض، وانتم على حساب نوعيه الفارينه اللي استعملتوها، يعني الكاس المستعمل هو هذا اللي قست به جميع المقادير. هنا راح نجيبوا كيس بلاستيكي ونحطوا العجينه تاعنا ونخليوها ترتاح على الاقل نصف ساعه في الثلاجه. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي راح نبدأ نفتحها يعني بالطريقة العادية. هنا سواء تفتحوها على كيس بلاستيكي وسواء تفتحوها مباشرة على سطح العمل، ترشوا رشة خفيفة فقط من الفارينة أو الطحين الأبيض، يعني ما تكثروش كمية الفارينة باش إذا بقات لكم العجينة ما تزيدش تشرب كمية الفارينة وتقدروا ما يبش معاكم الجاتو اللي ديروه من بعد. هنا استعملت هذا القالب، وانتم تقدروا تستعملوا أي قالب متوفر عندكم. هنا شوفوا فقط كي تجيو تشكلوا، يعني كي ترفعوا القالب تاعكم ما تحركوش، يعني ارفعوه للفوق مباشرة يعني بهذا الطريقة هكذا حتى تكملوا كل الكمية تاعكم. هنا فقط تشوفوا السمك راح يكون حوالي نصف سنتيمتر، يعني 0.5 من 0.3 ل 0.5 سنتيمتر. هنا الاطراف اللي بقات راح نخليها ترتاح مدة 10 دقائق، ونعاود نفتحها على كيس بلاستيكي باش ما تزيدش تشرب كمية الفارينة. هنايا بعد ما كملنا كل الحلويات تاعنا، الفرن يكون مسخن مسبقا درجة حرارة بين 160-170 درجة حتى ياخذ لون ذهبي فقط، ونطفيه عليه، يعني الصابلي ما يحمرش من فوق يبقى ابيض، يعني كما راكم تشوفوا هذا هو الصابلي اللي تحصلنا عليه. هنا خرجت لي حوالي 40 حبة، يعني كل كي تلصقوهم كل زوج مع بعض راح يولي لكم 20 حبة. هنا بالنسبة للكريمة اللي استعملتها، المقادير تاعها 175 غرام من الزبدة، ملعقة كبيرة من الزيت، ملعقة كبيرة من الشونتيي، ملعقة كبيرة من السكر الناعم، ملعقة كبيرة من شوكولاتة الطلي.
هنا تاخذوا تضيفوا اي عطر نتوما حابينه. بالنسبه لي انا هنا ضفت النسكافيه ملعقه كبيره من النسكافيه. هنا ما تخافوش على المراره اللي تقولوا تجيكم مره، ما راحش تجيكم مره، راح تجيكم مذاق تاعها ولا اروع. حتى كميه السكر راح تكون متناسقه، ما يجيش الكاطو اللي يجي حلو بزاف. ويبقى لكم اختياري الذوق، تقدروا ديروا اي عطر انتم حبيتوه. هنا حنضيف ملعقه من النسكافيه هكا باش تنقص لي ريحه الزبده في الكريمه هذه. يعني من اسهل الوصفات اللي تقدروا ديروها، يعني شوفوا يولي اللون الخليط تاعكم يعني فاتح. راح نفرغوها في كيس بلاستيكي، في كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا. رايحين نحاولوا نشكلوها هكا باش تجينا الخدمه سهله ونقيه في نفس الوقت. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. وما تنساوش ان الوصفه مكتوبه بالتفصيل في صندوق الوصف. يعني من اسهل الوصفات اللي تقدروا ديروها هو بدون مكسرات، والبنه راح تجيكم ولا اروع. وصفه ناجحه باذن الله، جربوها العيد تاعكم. وما تنساوش تخلونا تعليقاتكم في اسفل الفيديو. هنا نحاولوا نحيوا كل الزائد اللي راح يكون، نحاولوا نديروا طبقه مليحه من الكريمه، يعني ما تكون طبقه شويه خشينه. يعني هنا حتى وكانت الكريمه تاعكم خارجه، يعني من بعد كي تشدوا روحها في الثلاجه تقدروا تنحيوا الزائد بالموس فقط. يعني شوفوا كيفاش لازم تفينيوا الحبه تاعكم. بعد ما كملنا كل الكميه راح ندخلوها للثلاجه، يعني من فوق في الكونجيلاتور من فوق، حتى تشد روحها الكريمه مليح. يعني تقدروا تخليوها الوقت اللي حبيتوا، نص ساعه، ساعه، ربع سوايع، ولا ليله كامله، نتوما واش تحبوا. من جهه اخرى بالنسبه للشوكولا، استعملت هذه الشوكولا، نحاولوا نقطعوها رقيق باش تزرب الذوب معنا. كل 100 غرام من الشوكولا يقابلها ملعقه كبيره من الزيت هكا، يعني باش الشوكولا تاعنا تجينا فيها اللمعه. هنا بعد ما فاتت حوالي 3 سوايع ولا 4 سوايع على الكاطو تاعي وهو في الثلاجه، راح نجبد ونعاود نكلاصي الكاطو تاعي. والتزيين يكون بسيط بنفس الشوكولا، كنت درتها في كيس حلواني ودرت تزيين بسيط من فوق، يعني راح يكون ولا اروع. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم، من اسهل الوصفات ووصفه سهله وسريعه من حلويات العيد المبارك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. يعني شوفوا من الداخل كيفاش راح يجيكم ولا اروع، حتى بنتو يجي ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.